السلام عليكم، ازيك شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة وفي احسن حال ان شاء الله. المرة دي ما هياش حصة بقى في من السيشن بتاعة الفيزيكس بتاعتنا. المرة دي في اختلاف شوية. المرة دي شغالين على ازاي نعالج بعض القصور اللي ممكن يكون موجود عندنا الفترة دي، وايه روشتة كده مختصرة للفترة الجاية. يعني انت الفترة الجاية ان شاء الله تشتغل ازاي، هتراجع ازاي، المفروض ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وبتحاول تحلها الفترة الجاية ان شاء الله. والكلام ده مش هيبقى خاص بالفيزيكس بس، هيبقى يعني ممكن يشترك في كل المواد، بس انا هركز لك لما اتكلم على ريفيجن، هركز لك على الجزء بتاع الفيزيكس بس. انا عامل زي ورقه كده اكتب فيها النوتس بتاعتنا عشان برضو ايه ما انساش. اول حاجه، مشاكل الطلبه اللي انا بشوفها بيبعتوا لي على الواتس او في نقاش مع بعض، ايه المشاكل اللي قبلهم؟ اول حاجه ان هو نسي القوانين، نسي المنهج يعني، وده طبيعي جدا ان ممكن يكون ناسي اجزاء كبيره جدا، بالذات في منهج سنه ثالثه اللي بدانا فيه في الاول خالص. فممكن اللي هي السيمبل هارمونيك موشن والاجزاء دي والويف والكلام ده ممكن يكون اتنسى طبعا. فدي مشكله يعني، هرص لكم كده المشاكل الاول وبعدين نتكلم على الحلول كده سريعا ممكن تبقى عامله ازاي. والمشاكل دي على فكره تختلف من شخص لشخص، يعني مش لازم كلنا نشترك في نفس المشاكل يعني، لان ممكن في ناس ما شاء الله عليها ملتزمه وبتذاكر اول باول ومخلصه الدنيا كلها، ما عندهاش بقى المشكله دي، هتبقى الموضوع بالنسبه لها ايه، موضوع بسيط. فهي بتختلف من شخص لشخص، بس انا بتكلم على الشكل العام. فقلنا اول مشكله ان انت ما بتحلش كتير، ما عندك مشكله في الحل، او لما تيجي تحل ما بتعرفش، مش فاكر الرولز، في حاجات كتير جدا ناسيها واقع يعني، او يكون عندك تاخر في المذاكره. يعني احنا مثلا خلصنا منهج سنه ثالثه اهو الحمد لله، احنا نص ثلاثه دلوقتي، في طلبه لسه ما كملتش مثلا نص المنهج او ثلاث ارباع المنهج، لسه ما خلصتش، ودي عندها تاخر جامد جدا في المذاكره. في طالب بيقول انا بذاكر كل حاجه بس بنسى، عندي نسيان كتير او زياده عن اللزوم. طبعا دي برضو من ضمن المشاكل. في بقى طلبه ما عندهاش المشاكل دي خالص، بس عندها توتر. يعني هو الطالب كده طبيعته سبحان الله متوتر، يعني خايف من الامتحان ومتوتر جدا، وهنتكلم على حل بعض المشاكل اللي من النوع ده. طيب، في برضه مشكلة تانية يعني عرضتها، هي المشكلة ضياع الوقت. انت في طلبة بتضيع وقت، اللي هي بص يعني هقولها اكسبريشن كده بين قوسين، المرقعة، واحد بيتمرقع يعني، سوري، سايب بقى مذاكرته وسايب حاجته عمال يلعب وسايب الدنيا خالص. ده الطالب اللي هو بيتمرقع ده يعني خلي بالك انت على خطر جدا، احنا داخلين على مرحلة يعني ايه، خلاص الامتحانات على الابواب. فانت لو سمحت دي برضه من ضمن المشاكل، اللي هو سايب كل حاجه بقى وعمال يلعب وسايب السيشنز بتاعته ومذاكرته ومستقبله وخلاص، يعني دي طبعا كارثه بدون الكوارث، ان شاء الله يكون ليها حل باذن الله. خلاص، دي النقط يعني اللي انا جمعتها كده سريعا، اللي هي المشاكل اللي ممكن تقابل حضرتك وانت الفتره دي. ويمكن اكترهم على فكره هي التوتر. الشهر ثلاثه دايما معروف يعني عند طلبه بتاعت ستيم او حتى طلبه الثانويه العامه، هو شهر التوتر. ليه شهر توتر؟ لان انت خلاص بتحس ان الترم قرب يخلص والسنه قربت تخلص، وكلها شهرين، والشهرين ايه ده، ممكن اسبوعين بس من دلوقتي يعيدوا الجدول، فتحس ان جدول الامتحان نزل، يا نهار اسود، ده انا لسه ما خلصتش، ده انا لسه ما عملتش. فدي يعني ايه، نوع من التوتر اللي احنا مش عايزينه يحصل، ومش عايزينه برضو تكون جبلة وما تحسش يعني. يعني عايزينك في جزء من التوتر يعتبر توتر محمود، اللي هو التوتر الطبيعي، اللي انا قلقان فلازم استعد اكتر، كانك بالظبط داخل سبق، فبتحضر الاجهزه بتاعتك، بتحضر عربيتك اللي انت هتعمل بيها السبق عشان تعرف تسابق. فده في نوع من التوتر المحمود، لكن اللي هو نايم على نفسه خالص غلط، والمتوتر بزياده بقى وقلق بزياده، اللي هو بقى مش هيعرف يفكر ولا يعرف يذاكر، دي برضه كارثه من ضمن الكوارث. طيب، دي الايه، النقط اللي ممكن تكون مقابلانا كلها. سريعا كده هقول لك على بعض الايه، ملحوظات ممكن من وجهه نظري طبعا، ومن خبرتي في الشغل مع ستيم وشغل مع طلبه حتى ثانويه عامه ومعظم مراحل في السن ده ويمكن اكبر كمان شويه، ازاي نتعامل مع الكلام ده ازاي. بص يا بطل، كل حاجه وليها حل، كل مشكله دايما وليها حلول المفروض تمشي عليها، لان في طلبه كتير جدا سبقونا وكانوا شاطرين وممتازين وطلعوا اوائل وجابوا احسن درجات ووصلوا الجامعات والاماكن اللي هم عايزينها. فانت ممكن توصل للكلام ده طبعا وبسهوله، بس شوف هم مشوا ازاي، يعني هم مشوا على خط ازاي، هم عملوا ازاي. وكتير من الطلبه دول كنا احنا يعني ايه متابعينهم وعارفين هم بيذاكروا ازاي، وكانوا بيتقال لنا منهم نفسهم او من زمايلهم. بص كده معايا، اول حاجه منطقه ايه، منطقه التوتر والقلق والحاجات النفسيه دي، محتاجه منك بقى حته روحانيه مهمه جدا، ودي اول نقطه في الحل، بتعتبر هي النقطه الرئيسيه، اللي هي ايه، الاستعانه بالله. لازم الاول انت خلاص نويت، انت عندك مشكله، لازم تعترف المشكله، وانا هستعين بالله بقى في حل المشكله. هستعين بالله ازاي يعني؟ تدعي ربنا، تدعي ربنا دايما ان انت هبقى كويس، يا رب يا رب سهل لي ان انا اعرف
اذاكر، سهل لي ان انا هعمل بلان، بس سهل لي ان انا البلان ده يتطبق، هعمل خطة وهعمل لنفسي حل للمشاكل اللي عندي، بس يا رب ادعي لي، او يا رب سهل لي، سوري، سهل لي ان انا ايه، ان انا اقدر اعمل الحاجة دي واخلصها بالوقت اللي انا عايزه. يبقى استعانة بالله. طب الاستعانة بالله ده محتاج منك دعاء، محتاج منك الصلاة، التزم بالصلاة على قد ما تقدر، سواء كنت بقى مسلم او مسيحي، كل يعني انا بتكلم على العبادة دايما، حافظ على العبادة بتاعتك. لو انت مش بتصلي كويس، صلي في مواعيدك، ده هينظم لك جزء من الوقت. صلي الفجر، ممكن تذاكر من بعد الفجر لو تقدر. الموضوع ده على فكرة مؤثر جدا جدا، وده عن تجربة شخصية، يعني تجربتي الشخصية بتقول ان افضل وقت تقدر تذاكر فيه بتركيز عالي لو انت عندك شغل كتير متراكم عليك هو بعد صلاة الفجر. طبعا كل واحد يختلف، بس انا بقول لك انا جربت شخصيا ونفعت معايا جدا، يعني ايام ما برضه كنت اديك وكده ودخلت الجامعه وكده. فهي نمسك الفتره بتاعت من الفجر لحد الظهر، وقت طويل جدا، ممكن تخلص فيه كميه شغل رهيبه، اي حاجه متكومه عليك ممكن تخلص منها جزء كبير من دلوقتي. طيب هل بقى انا دلوقتي في الوقت اللي انا مش هنفع الحق فيه لو انا ضايع بقى خالص والدنيا بايظه؟ وخاصة في بعض الطلبة للأسف بعتوا لي رسائل، ودي أول مرة أسمعها من ستيم، إن طالب يقول لي مثلا أنا عايز أعمل ثانوية عامة وأقسم المنهج وأمتحن على نص وأمتحنش على نص. الكلام ده عمره كان ما كناش بنشوفه في ستيم كتير، فده نوع من التقصير جامد حاصل، إن في حد تقصير في المذاكرة ومشاكل لها علاقة بالمذاكرة. طيب إحنا قلنا إيه؟ أشتغل بقى إزاي وأنظم الدنيا دي إزاي؟ هنشوف. فإحنا عندك وقت؟ أيوه عندنا وقت. بص كده معايا، احنا دلوقتي النهارده يوم 14/3، يعني احنا نص شهر 3. الفاينل اكزام بتاعك ان شاء الله في نص شهر 6، يعني في 3 شهور قدامك. 3 شهور لو ما حطيتش بلان من دلوقتي هيبقى انت فعلا في مرحله خطر. لكن تلحق؟ اه هلحق طبعا، بس حط بلان واعرف المشكله عندي فين. طيب ابدا اذاكر ازاي واعمل بلان اصلا ازاي؟ برضه هيختلف من شخص لشخص ومن طالب لطالب، بس انا بقول لك الحاجات العامه، خد اللي ينفعك وابدا طبق عليه. نصيحة، ابدأ راجع من دلوقتي، ما تستناش حد يراجع لك، ما تستناش مستر عندك في المدرسة يقول لك أنا هبدأ أعمل ريفيجن، ما تستنانيش أنا لما أعمل ريفيجن، لأن ممكن ما نلحقش أصلا نعمل ريفيجن. أنت عارفين المنهج عامل إزاي وضخم جدا، وفي يو آر تي وفي لسه حاجات كتيرة. ابدأ راجع في المنهج ثالثة من دلوقتي، من أول ما درسنا، سواء عندك بي دي إف، سواء كان في عندك فيديوهات، ابدأ راجع حبة حبة وحل على اللي انت بتراجعه. وهفتح لك الكويزات، اخلي اسيست ان شاء الله تبعت لكم الكويزات كلها من الاول تاني الفتره اللي جايه دي، بحيث كويز نمبر 1 ذاكرت عليه وخش حله. طب انا مستر حليت قبل كده كويز 1، ايه يعني حله تاني؟ تكرار الحل في ساعات بيكون مفيد، حتى لو انت كنت عندك اخطاء تعرف انت غلطت فين عشان ما تغلطش الغلطه دي وتتكرر تاني نفس الايه، نفس الغلطه. خلاص، يبقى دي نقطه من ضمن النقط المهمه، ان انت لازم تراجع منهج سنه ثالثه من الاول. دي النقطه الثانيه، احنا النقطه الاولى انا قلنا استعانه بالله والدعاء والصلاه وتدعي ربنا بالتوفيق، وان شاء الله هيوفقك باذن الله، بس انت حط بلان وايه، اجتهد، وهو ربنا ايه، هيزقك للاحسن ان شاء الله وللخير اللي انت مش عارف هو فين. محدش عارف الخير اصلا فين، ولا ايه افضل كليه المفروض اخشها. دي حاجه بقى ايه، بعلم ربنا ممكن اوصل افضل كليه من وجهه نظرك، دي مش حاجه كويسه ليك، انت ما تعرفش الخير الا لما ايه، لما تعيش وبقى وتجرب وتقول اه صح، وده كان احسن لي بكتير. ماشي، طيب يبقى انا ايه، اول حاجه هستعين بربنا وهنذاكر وندعي ربنا ونصلي. تاني حاجه هنراجع منهج سنه ثالثه اللي هو التي او سي بتاع سنه ثالثه من اول يناير كام 1، ابدا راجع فيه بالترتيب. طيب ايه كمان، نمبر 2 هتحل الكويزات كلها، او نمبر 3 هتحل الكويزات كلها من الاول حتى لو انت حليتها. لو عندك اي مصادر اسئله تانية عندك في حل ايه، في سيرواي، في اي كتاب، اي بي فيزيكس، حل فيه على قد ما تقدر، اجتهد. كل ما تحل زياده مش هتخسر حاجه، بالعكس هتستفاد اكتر. طيب ايه كمان، انت ماشي مع التوازي مع اليو ار تي، فاكرين اليو ار تي من اول الترم الثاني وبدانا، المفروض تبدا شغال في اليو ار تي. بعمل ايه انا في اليو ار تي؟ بتشوف الكتاب بتاع الام كات، بتشوف الفيديو الصغنطه اللي انا كنت عامله، كنت بشرح فيه ازاي تتعامل مع اليو ار تي وازاي، وكان في موديل ليه اللي كان موجود على اليوتيوب. شغل الكلام ده، اشتغل من دلوقتي في القصه دي. خلاص، طيب ده كله مش هيحصل طبعا الا بتنظيم الوقت. حاجتين مهمين، تنظيم وعدم ضياع الوقت، طبعا هما الاثنين بيؤدي لنفس الحاجه. يعني انا ما اضيعش وقتي في حاجه ملهاش لازمه، وما تقوليش اصل انا يا مستر المدرسه مضيعه كتير من وقتي. لا، المدرسه مش مضيعه وقتك، المدرسه انت ممكن تستغلها احسن استغلال من زمايلك. زمايلك الاشطر منك خليهم يقعدوا معاك يذاكروا، لو زميل اضعف ليه، اضعف منك، اقعد انت معاه وذاكر له. عارف لما انت هتذاكر لحد المعلومه انت بتثبت عندك اكتر، بتديك قوه رهيبه. يعني اقول لك على حاجه بسيطه، المفروض اشطر ناس في الماده العلميه
هما المدرسين. ليه؟ مش عشان هما فظاع بقى وبيكسروا الدنيا في المذاكرة، لا، عشان المدرس أصلا بيشرح. لما أنت بتشرح المنهج بتبقى شاطر فيه جدا، لأن في ديتيلز صغيرة بتبدأ توضحها وتقولها وتسمعها وتسمع تعليقات وتسمع أسئلة، هتستفاد. فأنت اعمل كده، اعمل نفسك مدرس صغير في الفترة دي. كل ما تلاقي طالب مش فاهم حاجة حاول تفهمها له، طالما أنت فاهمها، لما أنت هتفهمها له أنت هتستفاد. خلاص، يبقى أنت حد أشطر منك استفاد منه، اقعد جنبه وشوف هو بيقول ايه، بيذاكر ازاي. حد اضعف منه منك ساعده على قد ما تقدر، لما هتساعده غير ان ربنا سبحانه وتعالى هديك ثواب، لا، ده انت كمان هتلاقي ربنا وفقك في ايه، في فهم الحاجه بطريقه اكتر، وممكن انت بتذاكره تكتشف تفاصيل انت ما كنتش واخد بالك منها. خلاص، يبقى هنراجع المنهج وهنحل الكويزات بتاعت القديمه كلها، وهنشتغل في البارل مع اليو ار تي. هتشتغل مع اليو ار تي، يعني انت شغال يو ار تي برضه في نفس الوقت. ما تنساش كل فتره بتحل امتحانات من اليو ار تي. عارف ان هي مجهده عليك في الاول، لان معظمها بتعتمد على قوتك في الانجليش، لان الباسج يبقى فيها انجليش كتير او رغي، وفي ساعات فيها اكسبريشن كده مكلكعه. بس مكلكعه دلوقتي احسن ما تبقى في الفاينل اكزام. لما تبقى مكلكعه دلوقتي وتدور عليها وتعمل سيرش وتفهم المعنى بتاعها وتعرف تتعامل، هيبقى الموضوع كويس. نقي كمان من اليو ار تي الحاجات القريبه من المنهج بتاعنا، ده هيكون افضل، وده هم بينقوه اكتر في الفاينل اكزام. في نقطه يمكن بعض الطلبه ما تنساها، هو الاهتمام باعمال السنه. اعمال السنه دي يا بطل جزء من الدرجه بتاعتك، يعني مهم جدا، اوعى تضيعه في كل المواد بتاعتك. امتحان، انت عندك امتحان بتاع البراكتيكال، امتحان عملي، ده بيتحط فيه الدرجه طبعا، وعندك اعمال السنه العاديه وحضورك ومش عارف التزامك في المدرسه، ده خليه عالي، ما تخليهوش يضيع لك درجات، لان ممكن تبقى شاطر جدا ومكسر الدنيا بس تنقص بسبب حاجات ليها علاقه باعمال السنه. طيب، برضو للعلم، بالنسبه بقى للفيزيكس بقى، انا هشتغل معاك الفتره الجايه دي ازاي. احنا كنا بعتنا جدول كده بتاع اليو ار تي بتاع مناهج سنه تانيه، وده طبعا حاجه مهمه جدا، خاصه ان حضرتك ما درستش الحاجات دي، معظمنا ما درسش الكلام ده اصلا، فانت محتاج تعرفه من A to Z، فهيحتاج مننا مجهود شويه. عشان كده عملت له جدول يعتبر كبير. السنه اللي فاتت كان الجدول مضغوط اكتر من كده، وكنا بنلملم ساعات طول او كام سيشن واحده. المره دي ما قدرتش، لان انا عارف ان الطلبه ناسيه او مش عارفه، وغصب عنها مش عارفه الكلام ده. خلاص، فبالنسبه للفيزيكس احنا هنكمل يو ار تي ان شاء الله. طب هنخلص يو ار تي، اليو ار تي لما هيخلص احنا تقريبا كده يبقى شغلنا كله خلص. ناقص للي عايز، اللي عايز يعمل معايا ريفيجن، هعمل ريفيجن في منهج سنه ثالثه فقط، اللي هو في الاول خالص، اللي هو بتاع من اول سيمبل هارمونيك موشن بقى، وانت ماشي كده في الويف والانترفيرنس والديفراكشن وكل القصه دي. ده المفروض ايه اللي هنشتغل عليه الفتره الجايه ان شاء الله بالنسبه للفيزيكس. الريفيجن بقى وحل الامتحانات تقريبا كلها على اليوتيوب. يعني انا كنت كان على التشانل بتاعت اليوتيوب في كذا امتحان كنت حله، امتحان 2018 و2017 وتقريبا 2020، بس ما كانش كامل، فانا كملته باسئله متشابهه من الاسئله اللي كانت موجوده في الامتحان. دول ثلاث امتحانات موجودين على ايه؟ على اليوتيوب. طبعا خلاص كده يا جماعه، هنلملم بقى اللي احنا قلناه كده سريعا. الروشته السريعه دي لو عندك مشكله ليها علاقه بالمذاكره وتاخر في المذاكره وحاله النسيان دي، محتاجه منك تدريب كبير ومذاكره كتير، محتاجه منك انك تستعين بربنا، محتاجه منك تعمل ريفيجن سريع على منهج سنه ثالثه بالذات تبدا بيه، محتاج تحل كتير في اليو ار تي بالذات الحاجات اللي مرتبطه بالمنهج بتاعنا في اليو ار تي في الكتاب بتاع ام كات. طبعا لو عرفت تخلص ام كات كله دي بحاجه ممتازه، بس يعني عشان هو كتير جدا، فحل على الاقل ايه التايتل والعناوين اللي هي شبه بتاعتنا، ده تجتهد فيها على قد ما تقدر ان شاء الله. والامتحانات بقى طبعا خلاص احنا تقريبا حالين معظم الامتحانات، لو في وقت هنبقى نحل امتحانات تانيه جديده اللي هي امتحانات بقى 2021 بتاع السنه اللي فاتت ان شاء الله. هو طبعا مش معايا فورمال او كامل، بس احنا معانا الاسئله او افكار الاسئله اللي اتقالت من الطلبه بتوع السنه اللي فاتت، ممكن بنعمل عليهم موديل كده اكزام ونحله برضو ان شاء الله. وكان في اكزام طويل احنا خدناه قبل كده اللي هو الامتحان الشامل، برضو هنحله. يعني في حاجات كتيره، اسئله كتيره ان شاء الله برضو هنحلها مع بعض الفتره الجايه بعد ما نخلص الانفنتوري مباشره. يا رب تكون الحته الصغيره دي فهمتوا منها حاجه ومحدش يعني زهق مني، بس ادعوا ربنا بالتوفيق وادعوا لي، وانا هدعي لكم برضه بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله تتفوقوا كده وتجتهدوا وتشد حيلكم، ومحدش يبقى قاعد لسه بس مكسل بعد الكلام ده، وتحاول كده ايه تحط لنفسك خطه واشتغل عليها على قد ما تقدر. يلا شد حيلك وربنا يوفقك ان شاء الله. يلا، السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم.